وللقائم مزيد من الأضواء حول العلاقات البحرينية السعودية ينضم إلينا من الرياض المحلل الاقتصادي سليمان العساف. سيد العساف، كما تعلم جلالة الملك المفدى قام بتدشين خط الأنابيب النفطي الجديد بين البحرين والسعودية. أنت كمحلل اقتصادي، ما هي قراءتك بخصوص هذا التدشين الهام؟ أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. طبعا هذا الخط الجديد اللي بين أرامكو وشركة بابكو البحرينية يحمل دلالات وأهمية يدل على مدى التلاحم والتعاون والعمل الاقتصادي المشترك. سيكون إن شاء الله بإذن الله معدل ضخ اليوم حدود 220 ألف برميل يومياً، يصل إلى 350 ألف برميل. كما هو معلوم وهو من المصادفات قد تكون أن عمر بابكو وعمر أرامكو متقارب تقريباً، كلهم تقريباً حوالي 90 سنة عمر هذه الشركتين. الهدف منه دعم الاقتصاد البحريني، توفير الطاقة للبحرين، وكذلك تصدير الفائض للبحر من إنتاج البحرين من المنتجات النفطية إلى السعودية. هناك تكامل، هناك تعاون، هناك اتفاق اقتصادي، هناك في عدة مجالات لا نستطيع أن نخسرها، سواء اقتصادية، نعم، سواء استثمارية، سواء بنكية، مالية، نفطية، سياحية. ففي كل المجالات هناك تعاون. صحيح. في سياق ما ذكرته سيد العساف، أن العلاقات الاقتصادية ممتدة بين المملكتين، اقتصادية، اجتماعية، سياسية وإلى آخره من العلاقات، ممتدة ل يعني سنوات وعقود طويلة بين الجانبين. نود أن نعرف منك مستقبل العلاقات الاقتصادية بالتحديد بين الجانبين البحريني والسعودي، خصوصا بعد هذا التدشين الأخير. العلاقات السعودية البحرية هي ممتدة من تقريبا عام 1745 إلى الآن وستستمر. هناك علاقات مستمرة. الملك عبد العزيز طيب الله ثراه زار البحرين في عام 1930، العلاقات مستمرة. التبادل الاقتصادي تقريبا يقارب أو يزيد عن المليار دينار بحريني سنويا. هناك العديد من السياح السعوديون يقاربون حوالي 7 مليون سائح سعودي يزور البحرين سنويا، وهو ما يتجاوز 25% من نسبة السياح السعوديون. نعم. البحرين 70% من التجارة الدولية تمارسها من خلال جسر الملك فهد. الآن هناك جسر البحرين، جسر الملك حمد حفظه الله، الآن انتهى من الدراسات الاستشارية والإدارية. هناك إن شاء الله سيبدأ عمل فيه خلال 3-4 سنوات، يكلف حوالي 3-4 مليار ريال. سيكون هناك قطار كذلك سينقل حوالي 8 مليون راكب. هناك تبادل اقتصادي ضخم، هناك استثمارات متبادلة، أكثر من 50 شركة سعودية تعمل في البحرين، أكثر من 350 شركة في البحرين يشارك بها سعوديون رجال أعمال ومستثمرون. فالعلاقة مستمرة جدا في كل النواحي وفي كل الجوانب. السعودية تبادلها التجاري مع دول الخليج أكثر من 32% من تبادلها مع الدول الست هو خاص في البحرين. نعم. إذا من الرياض المحلل الاقتصادي سليمان العساف، شكرا جزيلا لك.